هناك علاقة ما بين السياسة والتعليم، علينا أن ندركها وأن نعيها وأن ندرك مخاطرها. فالتعليم عملية سياسية والسياسة عملية تربوية، ولا يمكن لنا أن نتجاهل أنه لا يوجد تعليم محايد، فهو إما منحاز للقهر وإما للتحرير، وعلينا أن ننحاز للحرية. فالحرية دون تعليم في خطر دائم، أما التعليم دون حرية فيذهب سدى. دمتم بود.